إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. في بعض الأطعمة بتتسبب في غازات كتير في البطن عند بعض الناس. الأطعمة اللي فيها مكونات لا تمتص جيدا من الأمعاء وبتتخمر فيها وبتعمل أثناء تخمرها في الأمعاء كمية كبيرة من الغازات بتزود أعراض الامتلاء والشعور بانتفاخ البطن، زي بعض أنواع السكريات والنشويات مثلا اللي موجودة في الشوكولاتة، في اللبن المكثف، في الآيس كريم، الفول، العدس، الخوخ، البصل، الثوم، البطيخ، المحليات الصناعية. إذا اكتشفت إن واحد من الأطعمة دي بيسبب لك آلام بالقولون أو غازات زيادة، حاول تقلل منها على قدر الإمكان. أما علاج انتفاخات القولون بيكون عن طريق بعض المشروبات اللي بتساعد قوي على تحسين هذه الأعراض، زي النعناع والزنجبيل وبعض مستحضرات الأعشاب الطبيعية أو أقراص الفحم النباتي المنشط اللي بتساعد قوي على امتصاص هذه الغازات والتغلب على الشعور المزعج بالامتلاء. فاصل وهنسمع معلومة كمان. الجلوكوما أو المية الزرقة في العين، اسمها الدارج بينا المية الزرقة. الجلوكوما دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ارتفاع ضغط السوائل داخل العين بصورة غير طبيعية، وده بيتسبب في ألم شديد وغير محتمل في العين أو في صورة صداع جامد جدا. مشكلة المية الزرقة إن زيادة ضغط السوائل داخل العين ممكن يضر العصب البصري ويتسبب في فقدان للبصر. العوامل اللي ممكن تكون مشاركة في حدوث المياه الزرقاء هي العلاج ببعض الأدوية زي الكورتيزون لفترات طويلة أو بعض العمليات الجراحية في العين أو أورام العين، وأحيانا مع بعض الأمراض المزمنة مع تقدم السن زي أمراض القلب والسكر. علشان كده مهم جدا مع تقدم العمر لابد من إجراء فحص دوري للعين، خاصة لو في أمراض مزمنة، لأن الكشف المبكر والعلاج المبكر للمياه الزرقاء بيحمي العين ويمنع مضاعفات الجلوكوما. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.